شرط واحد لرفع العقوبات الأمريكية عن تركيا، فما هو؟ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية من روسيا، ومن أصل 12 بنداً اختارت الإدارة الأمريكية 5 بنود فقط لتعاقب بها الحليفة في الناتو وشريكتها في مكافحة الإرهاب. يرى محللون بأن العقوبات الأمريكية تتعدى منظومة S-400 الدفاعية، وأن هناك أسباباً أخرى تقف وراءها، تشمل ازدياد التعاون العسكري بين روسيا وتركيا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى التدخل التركي في أذربيجان ومساندتها لها حتى تحرير أراضيها المحتلة من أرمينيا، علاوة على ازدياد حدة الخلاف بين أنقرة والاتحاد الأوروبي. ما هي العقوبات المطبقة على تركيا؟ وفقاً لقانون كاتس، فإن العقوبات تشمل حظر التعاون بين المؤسسات المالية الأمريكية وبين هيئة صناعة الدفاع التركية لمدة 12 شهراً، وحظر التعامل بين الصناعات الدفاعية التركية وبين أي مؤسسة مالية تكون الولايات المتحدة طرفاً فيها، ومنع مسؤولي هيئة الصناعات الدفاعية التركية وهم إسماعيل ديمير رئيس الهيئة وفاروق ييت وسيرهات جينش أولو ومصطفى دينيز من دخول الولايات المتحدة، ومنع تصدير التقنيات العسكرية الأمريكية إلى تركيا. ما المطلوب لرفع العقوبات تماماً؟ تشترط الولايات المتحدة الأمريكية تعهد تركيا بعدم الانخراط في أي نشاط يقع في نطاق الفصل 231 من قانون كاتس، والذي يشمل تخفيض التعاون العسكري بين تركيا وروسيا، بالإضافة إلى عدم شراء تركيا أي منظومات دفاعية من روسيا. والشرط الأكثر أهمية هو الإزالة الكاملة لمنظومة S-400 الروسية وسحبها من كامل الأراضي التركية. فهل تقبل تركيا؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.